صراحه هادشي اللي تيديروا هادشي باش يخطفوا الاولاد وهادي راه ماشي معقول. هادو كاينين شي وحدين كهانات او لا مشعوذين ولا شي حاجه باش يخطفوا باش يبيعوا الاعضاء ديال الدراري او لا مثلا يكون زهري ولا شي حاجه باش ياخذوا الدراري الصغار. هذا هو المشكل وهادشي ماشي معقول باش الانسان باش الدري الصغير تاخذه وتغتصبه وهادي راه ماشي معقول. هادشي ما يبغي لا الله ولا العبد. بالنسبه للاباء خصهم يردوا البال للوليدات ديالهم وهما اللي الاخرين على ولادهم هما اللي خصهم يحرصوهم هما اللي كلشي لا في المدرسه ولا في بالنسبه كاب الزنقه ولا كلشي. الانسان ما خصوش يتهاون حتى للدرجه هذه يمشي ليه ولده وكلشي. راه من المستحيل باش غادي يمشي ليه الدري ولا شي حاجه وغادي يبقى انسان نورمال ولا شي حاجه. راه الكبده ديالو حتى واحد ما تسخى بها. وكنقول بان الناس يحضيو وليداتهم واللي عندها شي وليد تحضي وظهرت اغتصاب وولات كثيره بزاف. يعني ما خاص الانسان يعني يحافظ على وليداته وهذا اللي غنقول. وهاد القضيه فيها فهمتي الناس كاينين ديال الشعواذه الناس كاينين ديال بزاف ديال المسائل كتروج على هاد القضيه هادي في كل مكان وفي كل بلاصه. يعني الناس يحاولوا فهمتي كل واحد يشد ولده معاه وما يطلقوش فهمتي ويرد ليه البال. وهاد القضيه هادي خصنا نكونوا حذارين منها وكنتمنى من الاباء كلهم فاش يكونوا حاضرين هذه المساله هذه حيت كثر الشواذ بزاف. كاين مشعوذين بزاف صحاب الكنوز فهمتي هما اللي كيديروا في هذه المساله هذه. وكاينين صحاب الناس اللي كيديو ولادهم باش فهمتي حسب الاموال ثاني باش الناس يخطفوا لهم اولاد ديالهم باش يستجيبوا لهم باش على سوى عاود الفلوس فهمتي. خويا هذا الشيء هذا اش نقول لك ما كناش كنشوفوه في صغرنا. هادشي ولا كثر بزاف هادشي ديال الاغتصاب وهادشي هادشي هذا غيكون ربما يكون سحاره ربما شي عيب. حشومه دري صغير عنده 14 عام ويغتصبوا حشومه كاع والله الا شي ما كناش كنشوفوا بزاف هادشي هادشي ربما يكونوا سحاره ربما يكونوا واش نقول لا اله الا الله وصافي محمد رسول الله. هادشي بزاف الولاد هما الحياه في الدنيا. اللي عنده شي ولد يحضيه يرد ليه البال صافي يوصيه في الدار الا بغى يخرج يعرف كيفاش يوصيه والصلاه على النبي.